حرية التعبير يجب أن تسبقها حرية التفكير. ولكن القضية يحبوا يردوها حرية التعبير، فكروا مش حر، وكيف ناشي معبر. الذين يتبكون على حرية التعبير هؤلاء ليس لديهم حرية التفكير، بل هم مرتزقة. حرية التعبير، ولكن حرية التعبير يلزمها حرية التفكير. ما تجمش تحدث عن حرية التعبير وقت الفكر ما ثماش. رانا باش نغتصبوكم مريقل يا قيسو، سكر المطارات وخلي البقع علينا يا معلم. ما تخممش، شعبك راجل ومهبول، وقسما بالله ما دون استفعلوا فيهم الفيديوهات تصور فيهم.